مفيش شك ان الحكومة الحالية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي بتعيش فترة عصيبة جدا مع كم الازمات الضخم اللي بتواجهها، لكن قدرت تكون على قد التحدي والصعاب. يا ترى حكومة مدبولي هتقدر تحل وتكمل في بقية الملفات لحد النهاية، وايه هو الملف اللي ممكن يطيح بأحلام الحكومة؟ بانكير، نبض البنوك. لو بحثنا في الملفات الصعبة اللي الحكومة بتناقشها في الأيام الأخيرة هنلاقي أكتر من ملف حساس، على رأسهم طبعاً ملف الديون ونقص الدولار، السوق السوداء، اتفاق صندوق النقد الدولي، استيراد الحبوب، تهديد وكالات التصنيف الدولية، وإزاي تخرج البلاد من عنق الزجاجة في ملف التضخم وارتفاع الأسعار، وغيرها وغيرها من الملفات. لو جينا وعملنا عملية تقييم لكل ملف هنلاقي ان الحكومة حققت نجاحات كتيرة جدا، منها السيطرة على اسعار الدولار رغم شحه وقدرتها على رفع ايرادات العملة الصعبة من اكتر من قطاع، وتوقعات المؤسسات المالية الدولية بتقليص كبير في الفجوة الدولارية. بالنسبة للسوق السوداء قدرت الحكومة انها تحد من قدرتها على المناورة بسبب الحصار الشديد عليها وتوافر الدولار في ايد الحكومة والبنوك، واخرها طبعا طرح شهادات دولارية بفايدة عالية جدا. وفي ملف صندوق النقد الدولي قدرت حكومة مدبولي في الايام الاخيرة انها توازن بين شروط الصندوق وبين اولويات الحكومة المصرية وحفاظها على مستوى المعيشة المناسب للمواطن المصري. ولسه مورجان ستانلي أكبر بنوك أمريكا مطلع تقرير مهم قال فيه إن الصندوق هيمرر المراجعة الأولى والتانية وهيصرف الشريحة المتأخرة من القرض، يعني مصر انتصرت في ملف صندوق النقد الدولي. ولو جينا لملف تأمين احتياجات مصر من الحبوب باعتباره أمن قومي، الرئيس السيسي حل الموضوع بنفسه في لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واللي اتفق على تأمين احتياجات مصر من الحبوب. وفي ملف الاستثمار الأرقام بتشهد لحكومة مدبولي بالتفوق والنجاح مع كم المشروعات الجديدة اللي أعلن عنها مستثمرون عرب وأجانب في قطاعات مختلفة وجديدة زي صناعات التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة والصناعة المتطورة. وبخصوص ملفات التضخم وارتفاع الأسعار فده الملف الأصعب في أجندة مدبولي الأيام الأخيرة، خاصة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفايدة. كلنا عارفين تأثيرات ده على المواطن، علشان كده الحكومة بتبحث عن آليات جديدة لخفض الأسعار بعيداً عن رفع سعر الفايدة، زي زيادة المعروض من السلع، طرح البديل المحلي من السلع المستوردة. أما موضوع وكالات التصنيف والمخاوف من منح مصر تصنيف سلبي جديد وده له تأثير كبير على الاستثمار، أكيد نجاح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هيأثر على نظرة الاستقرار للاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف الدولية، ولو ده حصل هيفتح باب جديد للمستثمرين الجدد والمترددين في الاستثمار في السوق المصري. كانت معاكم هبة محمد. بانكير، نبض البنوك.